واحنا بنتكلم على بيوت ربنا نروح للكنائس ونطمن على الاجراءات المتبعه، خصوصا النهارده كانت اللجنه الدائمه للمجمع المقدس بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، كان في اجتماع مهم برئاسه البابا توادروس بابا الاسكندريه وبطريرك القرازه المرقسيه، في مجموعه من التدابير الاباء والشمامسه اعتقد او في الاساقفه عفوا في الابراشيات، كل ابراشيه هتحدد الموقف بتاعها فيما يتعلق بالفتح التدريجي من عدمه، القاهره واسكندريه ربما يكون ليهم وضع خاص، فخلينا نعرف ايه الاجراءات بالظبط من القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. قس بولس مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك. يا نور يا فندم اهلا بيك. اهلا وسهلا ويا رب تكون الاجراءات يعني مبشره ونبتدي مره اخرى الكنائس تفتح تاني ابوابها لاستقبال المصلين. ان شاء الله خير وتبقى لمصر كلها ان شاء الله. يا رب. الحقيقه اللجنه النهارده اجتمعت. ارجوك حطنا يا فندم في الصوره. النهارده اللجنه الدائمه المجمعيه اجتمعت مع قداسه البابا توادوس الثاني والاباء المطرنه والاسقفه. وخدوا عده قرارات مهمه جدا، هو طبعا بتتماشى مع التوجهات اللي موجوده في الدوله ومنظمه ووزاره الصحه. فمثلا اول حاجه احنا في تعليق للصلوات بالنسبه للجمعه والحد. وتركنا كل ابرشيه بالحاله بتاعتها، يعني كل ابرشيه عارفه المنطقه بتاعتها الحاله الصحيه شكلها ايه، تدرس الحاله وتاخد القرار سواء ان هو يفتحوا للصلاه او ان هو لو ارتقوا ان هو يستنوا شويه او يغلقوا شويه لغايه ما الدنيا تتحسن. بالنسبه للقاهره واسكندريه حضرتك عارف ان دي مطروكه لكل ابرشيه. دي مطروكه لكل ابرشيه. بالنسبه للقاهره واسكندريه حضرتك عارف ان نسبه الاصابات عاليه جدا في القاهره قوي، فاحنا يعني علقنا الصلوات في القاهره واسكندريه لغايه منتصف يوليو لغايه ما تتحسن الامور. لكن في كل الامور في حتى منتصف حتى الابرشيات اللي هي فتحت او هتفتح يعني وقررت انها تفتح حطينا لهم اجراءات احترازيه مهمه جدا علشان المفروض يتبعوها من اجل سلامتهم وسلامه المجتمع كله. يعني ما حدش ينزل من البيت وهو عنده اي عرض من اعراض الكورونا او انه يكون عنده عرض مناعي مرض مناعي او حتى انه يكون هو مخالط لاي حد كورونا بحيث انه ينزل سليم علشان ما يأذيش غيره. ويكون لابس الكمامه من اول ما يخش الكنيسه، هو بيحط في محلول كلور وبعد كده بيتطهر بايديه ويتقاس درجه الحراره قبل ما يخش، ولما بيخش جوه الكنيسه بيبقى فيه بيراعى البعد الامن او المسافات الامنه على الاقل 2 متر بين كل مصلي والثاني. طيب قس بولس، هل ده هيسري على كل المباني الخدميه؟ هل كل الكنائس او دور الصلاه اللي موجوده في كل المحافظات؟ يعني ممكن نشوف مثلا في الصعيد ممكن تكون كنيسه او مبنى خدمات صغير مثلا في منطقه نائيه، هل هذه التعليمات معممه وهذه تعليمات مشدده وهناك عقوبه على من يخالف؟ مفيش حد هيخالف الامر دوت، لان الكنيسه عندنا يعني فيها عايز اقول كده نوع من الطاعه، ولما بيشوفوا في قرارات مجمعيه تبقى دي اعلى سلطه فكل بيطيع الكلام دوت. واحنا حددنا عدد الافراد يعني حددنا 25 فرد حتى لو فتح. يعني حتى لو فتح ما يكثرش عن 25 فرد بما فيهم الكاهن والشمامسه والشعب وكل مداخل الكنيسه يعني. 25 يعني يا فندم العدد هيبقى 25 ولا هو 25%؟ يعني ممكن الطاقه الاستيعابيه تكون ال 25% دي مثلا تكون 100. ممكن تكون الكنيسه بتشيل 2000 وهيبقى برضه بيها 25 واحد بس مثلا. 25 واحد بس. بس احنا قلنا نبدا تدريجي بحيث تبقى الامور يعني تاخد الوضع السليم والامن، لان احنا في مجتمع نخاف على بعض. طبعا طبعا يا فندم، انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، كلام مهم جدا. الابراشيات عدل القاهره واسكندريه هيشتغل وفقا للاسقف، هيشوف الوضع عنده عامل ايه في المنطقه اللي هو فيها ويبتدي يفتح تدريجي مع الاجراءات الاحترازيه. و25 فرد في الكنيسه مش 25%، لا هو 25 فرد. يا رب زي ما بيقول القس بولس يكون بتشيل 2000، لا هو 25 بس بدايه كده اللي هيدخلوا ويصلوا. ولكن قداسات الاحد والجمعه زي برضو ما قال موقوفه او متعلقه، القاهره واسكندريه برضو متعلقه فيها الصلوات لحد منتصف يوليو ويتم ان شاء الله تقييم الامور وباذن الله تعدي على خير.